كابتن اسامه، اكيد النادي الاهلي عودنا دايما ان لعيبته طبعا عودونا ان هو بيفصل ما بين بطوله وبطوله. يعني حتى زي ما قال الكابتن علاء، بطوله خلصت النهارده احنا من بكره خلاص. يعني فاكر زمان احنا لما كنا بنلعب يا جماعه طب نقول لهم طب سيبونا يومين نفرح، كان يقول لك لا هنفرح النهارده صحيح. ومن بكره نبتدي للي جاي صحيح. فالنادي الاهلي الفصل ده بين البطوله وبطوله ده سمه من سمات نجاح النادي الاهلي وتحقيق البطولات. دي حاجه عايزك تتكلم فيها، وعايز اتكلم على حته ان بعض الناس بيهاجموا بعض لعيبه النادي الاهلي. اولا بالنسبه للنادي الاهلي متعود انه بطوله ويطالب بالبطوله الثانيه، كلنا اتكلمنا فيها والكابتن شريف والكابتن علاء وانت، مش عايز اطول فيها كتير، ده قدر النادي الاهلي وتاريخه بيقول كده. وزي ما انت قلت احنا ما كناش حتى واحنا بنلعب كلنا بتكسب دوري مثلا ما بتلحقش تحتفل، يقول لك انت عندك نهائي كاس، بتكسب كاس يقول لك انت عندك اول ماتش في افريقيا وهكذا. فالوضع ده بقى لنا سنين طويله يعني عايشينه، وكلنا كنا لعيبه قبل ما نكون كمان مدربين في الاجهزه اللي اشتغلنا معاها او جوه داخل الفريق يعني. فخلاص ده قدر النادي، واعتقد اللعيبه اللي هي عندها خبره اللي ابتدت تحس بالموضوع ده زي الشناوي، زي وليد سليمان، زي عمرو السولية بقى له كام سنه دلوقتي، زي حتى علي معلول بقى له حوالي 3 سنين او 4 سنين، هينقلوه للعيبه اللي دخلت في الاخر. ايوه زي بدر بنون، طاهر وبدر بنون وشريف وكل المجموعه دي واكرم توفيق وهكذا. فهي بتتنقل من جيل لجيل، وكل شويه الموضوع بيترسخ عند اللعيبه اللي هي جايه جديد ان هو ده النادي كده، هو ده سمته وشخصيته كده، ما بنفرحش بمباراه ولا بطوله والموضوع نقفل عليه وخلاص ونعيش عليه خمس ست سنين. الجمهور مش هيستحمل ولا ادارتنا بترضى بكده، ولا خلاص ده قدرنا ونصيبنا. بالنسبه للعيبه اللي بتهاجم او الناس اللي بتهاجم بعض اللعيبه، يعني هي فيها شقين، فيها شق على الناس اللي بتهاجم وفيها شق على اللعيب نفسه. اللي هيهاجم صدقني ايمن وكلنا برضو شفناها، بعد ما انت بتبقى في حاله كويسه او بتكسب الفرقه او بتادي حلو بينسالك كل اللي انت عملته، اذا كان صح. مش راضي مثلا عن المستوى او بيهاجمك لاي سبب، وهتلاقيه في ظهرك وبيساندك. ده مش من مباراه الاخرى ولا من بطوله الاخرى، ده في المباراه الواحده. وشفنا الكلام ده كتير، سواء احنا شخصيا او لحد من زمايلنا. بتبقى في الملعب الجمهور مثلا بيزوم عليك، بتباصي غلط، زعلانين منك، النتيجه مش في صالحك، وانت مثلا المستوى مش مظبوط، جبت جون، عملت تمريره بينيه خطر، او لو كنت حارس مرمى شلت كره خطيره وطلعت كسبت، هتلاقيهم بيتغنوا بيك اول ناس. يعني الجمهور، انا بتكلم على الجمهور الاول غير اللي حتى النقاد، انا بتكلم على الجمهور، ما عندوش حاجة شخصية بينه وبين اللاعب. أيوه. الجمهور ما عندوش حاجة شخصية بينه وبين اللاعب، هو بيفرح لما ناديه بيكسب، بيفرح لما اللعيب بيبقى مستواه كويس، ولكن على قدر ما أنت بتلعب في نادي كبير زي النادي الأهلي وبتاخد بطولات وبتاخد مكاسب اجتماعية ومكاسب مادية، وفي المقابل لما بتبقى مش موفق أو بتاع، برضه الهجوم بيبقى على قدر هذا النادي. لانك انت ياما فرق بتخسر ما حدش بيجيب سيرتها، او لعيب بيبقى وحش ممكن بتتذكر في استوديو مثلا مره ولا حاجه وخلاص، لكن انت تفضل. ولكن ما تحبطنيش يا كابتن. لا ما هو انا لسه بكمل. لكن زي ما انت قلت ما توصلش انك انت تحبطني، لانه مش كل لعيب، ودي برضه انا قلت جزء على الجماهير والنقاد وكده وجزء على اللعيب. اللاعب النادي الاهلي لازم يبقى شخصيته قويه. أيوة. ودي من اهم الحاجات اللي بتاثر في لاعب على اللاعب. يعني احيانا في لعيب بيبقى امهر، لعيب بيبقى اذكى، لعيب بيبقى يعني قدراته الفنيه اعلى، ولكن ما عندوش تحمل الضغوط ديت او كده. احيانا ما توفقش في النادي الاهلي، لان ياما جبنا لعيبه امكانياتها المهاريه كويسه وكده وجت ما لم توفق. وفي لعيبه اقل من النواحي الفنيه
ولكن سماتها الشخصيه قويه جدا. مزبوط. ما يتاثرش بالضغوط، عارف انه ممكن مدرب ما يلعبوش فتره وبعدين هيجي هو بتدريبه كده يقنع المدرب ويبقى هو مؤثر. الجمهور ما يبقاش راضي عنه فتره بعدين تلاقي الجمهور معاه. فهي برضو لازم اللعيب يعرف ان هو تحت السبوت قوي مع النادي الاهلي، ولازم عارف انه كمان يمكن غير ايامنا كمان زادت الموضوع بالسوشيال ميديا، بقت فظيعه كل التواصل الاجتماعي، فده برضو مؤثر. لكن في فرق بين ما انت تنقدني وفي فرق بين انت تجرح. هو صح. انك انت تنقد في بعض المباريات انك انت مثلا النهارده ما كنتش موفق، المفروض ده التحرك ده تعمل فيه كذا، ده طبيعي. صح. لكن انك تخش بقى في حاجات فيها تجريح لا علاقه لها بكره القدم وتخش بقى دي منتهي. يعني دي صح. دي طبعا منتهيه يعني. صحيح.